مرحبا. من حوالي سنتين ولبنان مع الأسف بيتصدر العناوين مع اشتداد الأزمة الاقتصادية اللي طالته. بين تدهور قيمة العملة والتضخم وارتفاع الأسعار، زادت نسبة الفقر والعوز بلبنان بشكل ملحوظ. قدام كل هالتطورات السلبية اللي ما وفرت حدا بلبنان قرار جديد إيجابي بخصوص اللاجئين الفلسطينيين بلبنان وسط كل هالسوداوية اللي عايشين فيها. فبكانون الأول الماضي صدر عن وزارة العمل اللبنانية قرار بيسمح للفلسطينيين بالعمل ببعض المهن اللي كانت محظورة عليهم بالسابق. ولمتابعة حسيات هالقرار على أرض الواقع من بعد ما هدأت نسبياً الزوبعة اللي سببها، بستقبل معي عبر زوم من مخيم مار الياس للاجئين الفلسطينيين الناشطة الاجتماعية غادة عثمان. أهلا وسهلا فيك معنا غادة. أهلا فيكي حبيبتي. غادة، من بعد شهر تقريبا على صدور قرار وزارة العمل اللبنانية، كيف الواقع على الأرض اليوم؟ هل في تجاوب من قبل السوق اللبناني أو لا؟ للصراحة بعد قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم بالسماح للاجئ الفلسطيني المولود في لبنان بالعمل في مهن كانت محظورة عليه، ما عم نشوف أي تغيير. هو قرار نحكى فيه بس على الأرض الواقع لا، ما في تغيير، ما في تجاوب. ما في تجاوب. لا نعم، بظل الأزمة الاقتصادية اللي عم بعيشها لبنان اليوم، قديه شكل قرار وزارة العمل خطوة إيجابية بالنسبة لألكن؟ لو يعني بالبداية، نحن ما تنسى أنه بعدنا بأول يعني أول فترة بعد صدور القرار، يمكن بعد وقت تتحسن الأمور. أكيد طبعاً كنا مع الوقت تتحسن الأمور، خصوصاً أنه هلأ لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني كمان عم يبحثوا بقرار الوزير وعم يعملوا اجتماعات لنشوف شو بيقدر اللاجئ الفلسطيني يستفيد من هذا القرار وكيف بيتم تنفيذ القرار على وضع اللاجئ الفلسطيني بلبنان. قد ايه اعتبرتوا هالخطوة إيجابية غادة ولا عادية؟ لا هي اكيد خطوه ايجابيه، يعني وزير اول وزير بيطلع بيحكي بوضع اللاجئ الفلسطيني بلبنان بالشق العملي، صح، والكل بيعرف انه اللاجئ الفلسطيني بلبنان هو سند طبعا لللبناني وليس عبء على اللبناني، هو سند وداعم اقتصادي للبنانيين طبعا. او لدوله لبنان. غادة، خلينا بس لنفسر شوي للمشاهدين واقع المخيمات الفلسطينية اليوم، واقع اللاجئين الفلسطينيين اللي عايشين بلبنان. شو هن المهن اللي بالسابق ما كان فيهم يمتهنوها اللاجئين الفلسطينيين؟ اللاجئ الفلسطيني نحن تقريبا اللاجئ الفلسطيني فيه تقريبا ما بين 70 و73 مهنه غير مسموح للاجئ الفلسطيني مزاولتها، نعم، باستثناء اليد العامله الاعمال البسيطه للاجئ الفلسطيني عم يقدر يشتغلها، بينما في الاعمال الحره في الطبابه في الهندسه في المحاماه هو كلهم ممنوعين. وعدة نعم، ممنوعين، اكيد ممنوعين. هلا صحيح صدر قرار الوزير مصطفى بيرم بالسماح باللاجئ الفلسطيني بالعمل، ولكن بس هناك ما تضمن نقابات هو الاعمال، صحيح؟ وحقائب وزاريه تمنع اللاجئ الفلسطيني من مزاوله المهن المطروحه. نعم، شو الحقوق اللي كمان يعني غير العمل، شو الحقوق اللي كمان محروم منها اللاجئ الفلسطيني بلبنان؟ محروم من كل حقوق اللاجئ الفلسطيني بلبنان، محروم من العيش بكرامه، محروم من العيش بانسانيه، يعني مثل ما الكل عم بيشوف على الاخبار او على التواصل الاجتماعي اي شيء بيصير بيزج اسم اللاجئ الفلسطيني فيه، ممنوع يعمل، ممنوع يطلع، ممنوع يتحرك، ممنوع يعبر عن رايه حتى. بينما اللاجئ الفلسطيني مثله مثل لبنان، والكل بيعرف انه ما في فلسطيني على ارض لبنان الا له احد اقاربه احد اهله بالاغتراب عم يدعمه وعم يبعثه، يعني اللاجئ الفلسطيني هو الوحيد يلي عم بيدخل على لبنان اموال وعم بتنصرف بارض لبنان، يعني عم بيستفيد منها اللاجئ الفلسطيني واللبناني معا. نعم، كيف تصفي غادة للاسف اليوم وضع المخيمات الفلسطينية والحياة داخل هالمخيمات؟ هلا اذا بدنا نحكي كوضع عام بالشكل العام، الوضع بلبنان بشكل عام وضع سيء جدا. نعم، فكيف الحال بالمخيمات؟ كيف الحال بالمخيمات؟
نعم، للأسف للأسف اللاجئ الفلسطيني داخل المخيمات أو حتى خارج المخيمات الفلسطينية يعيش أزمة صعبة جدا جدا اقتصاديا واجتماعيا والحياة اليومية كمان، ما عم يقدر يحصل على أبسط حقوقه بالحياة اليومية. يعني للأسف يعني تخيل هيدا إذا الوضع اليوم مثل ما كنت عم بتقولي عم أكيد بعاني منه اللبناني وكمان غير اللبنانيين أكيد المقيمين بلبنان. مع تفاقم الأزمة سمعنا وتابعنا العديد من التقارير عن هجرة اللاجئين الفلسطينيين لبنان عبر البحر بشكل غير قانوني وغير آمن، صحيح يعني عم بيبحثوا عن ظروف حياة أفضل أكيد ببلدان تانية، بس مع الأسف صحيح تم صحيح تسجيل العديد من الضحايا نتيجة هالهجرات الغير أكيد الشرعية. برأيك هالقرار ممكن يخفف من هالظاهرة؟ أكيد إذا القرار اتخذ فيه على محمل الجد وتنفذ واتخذ القرار وتنفذ بلبنان للاجئ الفلسطيني بالسماح له بالعمل بأغلب المهن الحرة، أكيد اللاجئ اللبناني رح يخف الضغط عنه، يخف العبء الحياة اليومية عنه. طبيعي نحن عندنا خريجي جامعات، عندنا أطباء، عندنا محاماة، عندنا هندسة، عندنا تمريض، كله عاطل عن العمل. نعم، ليه؟ لأنه في قرار يسمح له لأنه بالعمل. بس فلسطيني للأسف، للأسف وكأنه الجنسية وصمة عار. غدا، بس هالقرار شمل كمان الطبابة والمحاماة، شمل هالمهن كمان؟ أكيد، لأنه نقابة الأطباء ونقابة المحاماة أو نقابة الهندسة ما بتسمح للاجئ الفلسطيني بمزاولة المهنة أو تسجيله بالنقابة. نعم، ممكن يكون في أطباء عم تشتغل بعيادات تحت اسم الطبيب اللبناني أو عيادة لبنانية، بس أكيد ما عم ياخذ حقوق، عم ياخذ أدنى الحقوق. نعم، نحن نطلب نكون عايشين عيشة كريمة مثلنا مثل اللبناني، نحن إخوة ربينا على هاي الأرض، نحن خلقنا هون وربينا هون، ما عم نطلب إنه ما عم ناخذ الحق اللبناني، نحن عم نطلب نتساوى، نتساوى بالعيش الكريم. أكيد طبعا هيدا أقل شيء لأي إنسان موجود على هالأرض يعيش بكرامة وتكون حقوقه وصلت له. غدا، مع صدور أكيد القرار سمعنا اعتراضات عديدة من قبل جزء من اللبنانيين لأسباب ديموغرافية واقتصادية وسياسية أكيد. شو بترد على هالاعتراضات؟ يعني أنا بقول لكل حدا عم يفكر إنه إذا إحنا طالبنا إنه يتنفذ القرار بالسماح للاجئ الفلسطيني بالعمل على الأراضي اللبنانية، مش يعني إنه نحن بدنا الجنسية اللبنانية، نحن بدنا نعيش عيش كريم لحين عودتنا إلى الوطن فلسطين. نحن أكيد أبداً ولا فلسطيني ولا لاجئ فلسطيني على أرض لبنان بيطلب الجنسية اللبنانية أو يبقى مقيم على أرض لبنان، نحن لاجئين لحين صدور قرار عودتنا إلى فلسطين، لحين تحرير أرض الوطن. نعم، يعني القرار بعد ما حدا بيعرف لقدام شو راح يصير باللاجئ الفلسطيني، بس احنا أكيدين ومصرين على حق العودة. نعم. احنا غدا، إلنا الحق نعيش كريمة على أرض لبنان، لأنه نحن خلقنا هون وربينا هون، بس كمان نحن مع حق العودة لأرض الوطن. أكيد طبعا، وإن شاء الله بيتحقق هيدا الحق قريبا. غادة، اليوم غادة لما يروح شاب لاجئ فلسطيني بلبنان يقرر يفتش على شغل، هل اتعاملتي أو عرفتي عن هيك حالة راحت لتنبش على شغل من المهن اللي صار فيها تمتهنها وتقبل بالرفض لأنه فلسطيني؟ أكيد في كتير شباب فلسطيني راح قدم على وظائف، منها محاماة، منها طب، منها هندسة، منها تعليم، كان على طول الجواب بالرفض لأنه فلسطيني. ومن منهم ابني يعني ما عم بيلاقي شغل، ابني بالجامعة يعني السنة بيتخرج، كمان بده للأسف يساعد حاله، بده أكيد للأسف ما عم بده بيلاقي يساعد شغل حلو، حتى لأنه وبده يساعدكم كمان أكيد، وهيدا حقه، وهيدا اللي بخلي المجتمع يتقدم لقدام لما كل فئات المجتمع بتكون عم تشتغل بشكل شرعي. شو الرسالة اليوم غادة اللي بتوجهيها للشباب الفلسطيني اللي مثل ابنك موجود داخل المخيم ويمكن حتى عم بحس الحلم صار محروم منه بظل الواقع الصعب اللي عايش فيه؟ أنا كل الرسالة اللي بوجهها لكل شاب فلسطيني أو صبية فلسطيني، لكل لاجئ فلسطيني على أرض لبنان،
بدنا نتحمل، بدنا نصبر، لازم نضل أصحاب عزيمة وإصرار بتحقيق أحلامنا حتى لو على أرض لبنان. إن شاء الله قرار وزير العمل يلاقي صدى إيجابي ويسمح للاجئ الفلسطيني بالعمل، ونكون نحن واللبناني تكاتف، لأنه نحن والشعب اللبناني إخوة، ربينا على أرض لبنان، تعايشنا مع بعض، في صلة قرابة، في صلة رحم بين الفلسطيني واللبناني. شو بطلب من كل رسالتك شعب اليوم؟ نعم، شو فلسطيني رسالتك غادة اليوم لكل حدا من رسالتي المجتمع اللبناني اللي استنكر هذا القرار ورافضه لليوم؟ اللي بدي أقوله للمجتمع اللبناني، نحن كفلسطينيين، نحن لاجئين على أرض لبنان، نحن طالبين حق العودة. لحين حق العودة نحن إخوة على أرض لبنان، نحن دعم لكم، سند للبناني، دعم للبناني، وليس نحن ما جايين نقشط حق حدا، ما جايين نسلب مال حدا ولا أرض حدا، نحن طالبين أن نعيش عيش بكرامة مثلنا مثل اللبناني، مثل ما اللبناني عم طبعا. بيعاني على أرضه، الفلسطيني عم بيعاني على أرض أخوه اللبناني. نعم، شكرا لك غادة عثمان، على أمل بالأيام الجاية تتحسن الظروف علينا كلنا. شكرا لك غادة، كنت عم تحكينا إن من شاء الله إن مخيم شاء مار الله. الياس للاجئين الفلسطينيين بلبنان. صحيح الظروف صعبة، وصحيح أنه بهيك أوقات بيكون الإنسان حاسس أنه وجوده مهدد من قبل الآخر، بس بيبقى نتذكر دايما أنه الدنيا بتساعد الكل، وأنه بالعكس يمكن الشخص اللي منخاف منه يكون هو الشخص اللي نحن عايزينه، لأنه بس بكل فئات المجتمع وتعدديته نقدر نتقدم ونوصل لمستقبل أفضل. لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات7 بلس.